قصة مدينة حمص مع النظام. طب هل كيف النظام بتدبير محلات ومنازل؟ طبعا هي ما لها الطرقات، معقول هي الطرقات؟ طرقات عشان نعيشوا لأوائل داخل الأحياء، أحياء مدمرة بشكل كامل، الأطفال شو بدنا نعيشوا؟ طبعا نحن ما بنتكلم التقاطع بتواجدوا قناصات، ما بينفع لنا دمار محلات ودمار طرقات، طبعا معنا المنازل، منازل أصحابها تركوها وتهجروا منها سوى قصف العشوائي، معقول هي قصة مدينة حمص مع النظام المجرم؟